72% من دكاترة الطب جامعة إنا ساقطين، ونسبة النجاح في الجامعات الخاصة 8% بس. مصير الناجحين في الثانوية العامة بالغش الجماعي هو سقوط جماعي في كليات الطب اللي المفروض دول يكونوا دكاترة. دول بالنسبة لي هم ضحايا جنون لقب الدكتور والأنانية المجتمعية والغاية تبرر الوسيلة. الدكتور جمال شعبان يكشف بالأرقام مفاجآت في عدد الناجحين بكلية الطب وبيقول 366 دكتور ساقط في الفرقة الأولى طب إنا، يعني 71.49% من الطلبة ساقطين، أي أن نسبة النجاح 28.51% في كلية المفترض أن من بها هم دكاترة المستقبل. 186 ساقط في الفرقة الأولى طب أسنان إنا، وهذه النسبة تساوي 80% تقريبا، يعني نسبة النجاح 20% تقريبا بعدد 52 طالب وطالبة فقط. طب أسيوط انفرد بحدث تاريخي لأول مرة في تاريخها، حيث وصل عدد الراسبين في سنة أولى إلى 60% من طلابها، يعني 720 طالب ساقط من إجمالي 1200 طالب، والباقي بس هو اللي ناجح. طب جامعة ميرت الخاصة 7.5% نجاح و92% من الطلبة ساقطين. طب أسنان أسيوط 40% من الطلبة نجاح و60% سقوط للطلبة الدكاترة. متخيل إن دي أرقام المفروض أوائل الثانوية العامة اللي جابوا 99% السنة اللي فاتت؟ أنا مش بتكلم هنا على نسبة النجاح اللي هو جايب كام في المية، هل جايب امتياز ولا جايب جدا ولا جايب مقبول ولا إيه؟ ده أنا بتكلم على نسبة النجاح نفسها اللي هي 50% من المجموع بتاعك. أرقام صراحة تخض، وها هو مصير الناجحين في الثانوية العامة بالغش الجماعي هو سقوط جماعي في كليات الطب. دي كانت أرقام طلاب كلية الطب في بعض الجامعات زي ما وضحها الدكتور جمال شعبان أخصائي القلب الشهير. بنؤكد إن الأرقام ليست بشكل رسمي صادرة عن الجامعات المذكورة، لكنها حسب ما ذكرها الدكتور جمال شعبان. مطار طير وارتفع إلا كما طار وقع. المشكلة إن الآباء والأمهات مش شايفين مانع من دخول كلية الطب بالغش، برغم إن بعد سنين بسيطة صاحبنا هو اللي بيكون مسؤول عن علاج أهله، ولو اشتغل في اللي يناسب شخصيته وميوله وشغفه وهواياته هيكون مبسوط أكتر ومنتج أكتر، لأن الشغل اللي بتحبه بيخليك تبدع وتتفوق. يا جماعة الموضوع ده خطير جدا ومش هزار، احنا بنتكلم عن مستقبل ناس وصحة مجتمع بحاله. الغش في الثانوية العامة مش بس غلط، الغش في الثانوية العامة مش بس غلط أخلاقيا، ده كمان بيؤدي لكوارث زي اللي احنا شايفينها دلوقتي في كلية الطب. لازم نفهم ان الطب مش مجرد شهادة أو لقب، ده علم ومسؤولية كبيرة. اللي بيدخل طب عشان لقب دكتور بس ده مش فاهم يعني ايه طب اصلا. الطب محتاج شغف وتعب واخلاص، مش مجرد حفظ وامتحانات. ثانيا، الاهالي اللي بيشجعوا ولادهم على الغش فاكرين انهم كده بيساعدوهم، بس في الحقيقه بيدمروا مستقبلهم. لما الواحد يدخل كليه مش قدها هيفضل يعاني ويتعب طول عمره، وممكن في الاخر يفشل او يسيب الكليه. فكره ان الغايه تبرر الوسيله دي خطيره جدا. لو الواحد اتعود على الغش هيفضل غشاش طول عمره. وتخيل بقى لو الدكتور ده غشاش، يعني ممكن يغش في التشخيص او العلاج. دي حياه ناس يا جماعه. النجاح الحقيقي مش في الشهاده، ده في الانجاز والرضا عن النفس. لو كل واحد دور على اللي بيحبه وشاطر فيه هنلاقي مجتمع منتج ومبدع. مش شرط كلنا نبقى دكاتره عشان نبقى ناجحين ومهمين، كل واحد ممكن يكون شاطر في مجاله.